مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حصة جديدة من دي جي سبور، والتي نتحدث فيها عن ردود الأفعال بعد مباراة المنتخب المغربي ونظره الإسباني. الحلم المغربي توقف عند محطة النصف، والأمال ما زالت معقودة على نحاسية أمام منتخب مصر. وأيضا في ردود الأفعال والحديث يطال أيضا وليد الركراكي والصورة التي سربت حول حديثه مع اللاعبين في مستودعات الملابس. أين أخطأ طارق السكتيوي وأين أصاب في هذا الحديث؟ ينضم إلينا السيد إدريس عموري، صحفي رياضي، أهلا بك. سعد صمت، مرحبا بك وتحية لك ولكل متابعي منصات ميديا. طبعا تابعت المباراة أمام المنتخب الإسباني، الحلم توقف عند محطة النصف. كانت الآمال معقودة لنيل الذهبية وبلوغ النهائي، لكن الحلم توقف كما قلنا عند محطة النصف، والآمال ما زالت معقودة على نحاسية أمام المنتخب المصري في مباراة الترتيب. كيف تابعت مباراة إسبانيا تحديدا، والحديث فقط عن مباراة إسبانيا وخصوصيتها، خصوصا طريقة اللعب التي خاض بها طارق السكتيوي المواجهة؟ وبطبيعة الحال وككل الصحفيين الرياضيين والإعلاميين والمراقبين تابعتها بكل تحسر على ضياع حلم التواجد في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخنا وفي تاريخ العرب. للأمان هذا الجيل كان يستحق أكثر من مباراة ترتيب وميدالية برونزية، لكن هذه أحكام كرة القدم. عندما تخطئ وعندما يعني تهدر فرص سانحة للتسجيل فالعقاب يكون قاسيا ويكون سريعا، وذلك ما حدث لنا ضد منتخب إسباني متمرس سيعيش ثورة على كافة فئاته السنية. فريقه الأول توج يعني قبل أشهر قليلة ببطولة أمم أوروبا، واليوم منتخبه الأولمبي يؤكد صحوة كرة القدم الإسبانية ببلوغ المباراة النهائية من منافسات كرة القدم بالألعاب الأولمبية. صحيح أنه كنا نمني النفس بتقديم يعني مستوى أكثر من الذي ظهرنا به، عطفا على ما نمتلكه من مواهب مكونة على أعلى طراز، أسماء قادرة على اللعب في عديد المراكز، لكن طارق سكيتيوي خانته الرؤية الفنية الدقيقة في الشوط الثاني، وخانته بعض الاختيارات التي لم تكن في المستوى والتي أدت في الأخير إلى خروج المنتخب المغربي بنتيجة هدفين لواحد. في نظرك، هل غياب بلال الخنوس كان له تأثير في منظومة اللعب، خصوصا أنه في الشوط الثاني وكما لاحظ الجميع كان هناك تساؤل كبير حول ما هو التغيير الذي سيقدم عليه طارق السكتيوي؟ بطبيعة الحال كان له تأثير، لكن ليس تأثير بشكل كلي. فالخلل الذي يعني خلفه غياب بلال الخنوس كان متمثلا في عدم قدرة اللاعب أسامة الترغلين بالخروج بشكل سلس من خط الدفاع إلى ناحية خط الوسط ثم إلى خط الهجوم، لأن هذا الدور كان يقوم به بلال الخنوس بشكل سلس وبكل يعني لا أقول سهولة، لكن اللاعب متمرس على هكذا يعني أساليب و يعني على هكذا يعني أدوار في الملعب. وبالعودة إلى أسامة الغالين، فالمشكلة الذي ظهر عليه هو أنه كان مكلفا بحراسة اللاعب فيرمين لوبيز، والذي هددنا في أكثر من مرة وسجل علينا هدف، وبالتالي مهمة حراسة اللاعب فيرمين لوبيز واحد ضد واحد ثم الخروج بالكرة لم تكن يعني بالأمر الهين على أسامة الترغلين، وكان لزاما أن نجد قطعة معوضة لبلال الخنوس. أعتقد أن البديل الذي حل مكانه إلياس بن صغير لم يكن في المستوى. مجموعة من النقاد تحدثوا عن الأسباب التي دفعت طارق سكيتيوي على تزكية إلياس بن صغير حتى في الشوط الثاني، علما أنه لم يقدم شيئا يذكر في الشوط الأول، لكن هذه قناعات يعني تأكدت عند طارق سكيتيوي وحافظ عليها في الشوط الثاني، وسنحاول تفكيكها في باقي أسئلتي. بالحديث عن قناعات طارق السكتيوي وبالعودة إلى مشوار المنتخب المغربي في الأولمبياد، أولمبياد باريس، وهو مشوار غير مسبوق، يعني بلوغ محطة النصف هو إنجاز
في حد ذاته، يعني لم يسبق للمنتخب المغربي أن بلغ هذا الدور في الأولمبياد، لكن بالعودة إلى طريقة لعب السكتيوي في مباريات دور المجموعات، ربما في مباراة الأرجنتين كان هناك نزعة دفاعية أكثر، لكن في باقي المباريات أمام أوكرانيا، أمام العراق، أمام الولايات المتحدة الأمريكية، كان المنتخب المغربي يتقدم نحو الهجوم بطريقة هجومية أو ما يسمى بالضغط العالي، لكن هذا النهج لم نلاحظه في مباراة إسبانيا. هل هذه القناعة تغيرت عند طارق السكتيوي، أم أن وكما تابعت وتابع المشاهدون الكرام صورة دقراقي في مستودعات الملابس مع بعض اللاعبين، هل كانت هناك ربما نصيحة من وليد الركراكي كما يبدو وكما أثير حول هذا جدل كبير حول من أفتى بهذه الطريقة الدفاعية أمام إسبانيا، علما أن المنتخب المغربي تمرس جيدا وهو يهاجم أمام منتخبات كالمنتخب الأمريكي الذي ليس بمنتخب سهل، لكن بالضغط العالي تمكن المنتخب المغربي من فك شفرته الدفاعية وتسجيل 4 أهداف قادته إلى مواجهة إسبانيا. هل هذه القناعة تغيرت؟ هل هناك أسباب أخرى تغيرت أو جعلت هذه القناعة تتغير، علما أن الصورة التي نشاهدها الآن أثارت جدلا كبيرا وطرحت العديد من التساؤلات إدريس؟ إن وضعنا تقييما شاملا لمسار طارق سكيتيوي مع المنتخب الوطني المغربي في منافسات الألعاب الأولمبية، فيبقى مقبولا ومحترما عطفا على ما قدمه من أسلوب لم نتابعه منذ سنوات طويلة مع المنتخب الوطني المغربي. إن عدنا لتقييم حصيلة دور المجموعات فكانت جيدة جدا، خصوصا وأنه واجهنا منتخبات متمرسة ولها تقاليدها في دورة الألعاب الأولمبية. إن تحدثنا عن المنتخب الأرجنتيني، لم يكن أحد يتوقع قبل بداية الألعاب الأولمبية أننا سندخل هذا اللقاء وسنتمكن من الضغط على المنتخب الأرجنتيني، بل الأكثر من ذلك أن نسجل عليه هدفين، لأنه ببساطة هذا المنتخب كان مجتمعا منذ فترات طويلة مع خافيير ماسيرانو، كما قلت لك فريق له تقاليده على مستوى الألعاب الأولمبية ويمتلك أسماء يعني كانت تنشط مع المنتخب الأرجنتيني لفترة طويلة وتنشط حتى في فريق واحد. هناك مجموعة من الأسماء التي تنشط في فريقي بوكا جونيور وفريق ريفر بليت، وبالتالي الأوتوماتيزمات المشكلة لهذا المنتخب على درجة عالية وتفوق الأوتوماتيزمات التي كنا نتخوف بشكل كبير من عدم تواجدها بتاتا مع المنتخب الوطني المغربي. لكن للأمانة ولكي نعطي لكل ذي حق حقه، فطارق سكيتيوي فاجأ الجميع وقدم مردودا جيدا وأداء هجوميا يليق بالثورة التي تعيشها كرة القدم مؤخرا. في مباراة أوكرانيا صحيح أننا انهزمنا، لكن طريقة سكيتيوي وردة فعله في الشوط الثاني كانت أكثر من جيدة، لأنه في الشوط الأول دخلنا ببلوك دفاعي متوسط لم نبلي به البلاء الحسن، ثم غيرنا من نهجنا يعني الهجومي وصعدنا بلوكنا الدفاعي وتمكنا من الضغط على المنتخب الأوكراني، وكنا قاب قوسين وأدنى من الفوز عليه لولا ذلك الهدف القاتل الذي تلقيناه في آخر الدقائق. وكذلك كان في مباراة العراق، فتابعنا كيف اكتسحنا طولا وعرضا المنتخب العراقي. مباراة أمريكا حدث ولا حرج، لكن في مباراة إسبانيا انقلبت المعطيات بشكل يعني وبصورة يعني غير مفهومة. صحيح أنه المنتخب الإسباني يفوق يعني المنتخب الأمريكي الذي واجهناه في مستهل مشوارنا في دور خروج المغرب، عطفا على ما يمتلكه من أسماء. إن تحدثنا مثلا على لاعب مثل أليكس باينا، فهو لاعب بإمكانه أن يعني يلعب ببلوك يعني فريقه الإسباني يعني بشكل سلس، نتابعه جميعا المستويات التي يقدمها في فريق إدريس، فياريال. وبالتالي نعم، هذه القناعة قناعة أو طارق السكتيوي لماذا تغيرت في مباراة إسبانيا؟ وهذا يحيلنا على مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، أيضا كان هناك تغيير للنهج وللتكتيك ودفعنا ضريبة ذلك بالإقصاء. هل هذا التغيير، لماذا إسبانيا لا تغير؟ نعلم أن إسبانيا المنتخب الأول يلعب بنفس النهج الذي يلعب به المنتخب الأولمبي، وفي بلاغ نعم الجامعة بعد إقالة عصام الشرعي وتعويضه بطارق السكتيوي كان هناك الحديث عن أن في إطار النهج والتنسيق بين المنتخبات الوطنية يأتي هذا التغيير،
تغيير عصام الشرعي أتحدث اليوم طارق سكتيوي، هل تغييره لطريقة اللعب أمام إسبانيا يخدم هذا النهج؟ يعني السؤال هنا يطرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكما قلنا صورة وليد الركراكي مع اللاعبين، هل هي تدخل في إطار هذا النهج أو هذا التنسيق بين المنتخبات الوطنية بحكم أن وليد الركراكي هو المشرف الأول على المنتخب الأول؟ هي ربما عبد الصمد رهبة التواجد في مستويات متقدمة في بطولات مجمعة كالأولمبياد وكمنافسات كأس العالم. دعني أقول لك بكل صراحة إن تغيير نهجنا التكتيكي كان خطأ قاتلا من فريق سكيتي، فلا يمكنك أن تلعب ببلوك دفاعي متقدم منذ بداية مشوارنا في الأولمبياد وضد منتخبات عريقة كالمنتخب الأرجنتيني، وتأتي إلى مباراة إسبانيا في نصف النهائي وتغير التكتيكي. صحيح أن إسبانيا قادرة على التغيير بشكل جزئي أو نسبي من نهجنا التكتيكي، لكن ليست لدرجة أننا نتكتل بشكل كلي إلى الدفاع. وهنا نعود إلى الصورة التي تسربت في المعبر المؤدي إلى الملعب. الكل تساءل هل فعلا وليد الركراكي هو من أعطى تعليماته لكي يتراجع المنتخب الوطني المغربي إلى الخلف؟ أقول لك إن فكرة تواجد وليد الركراكي مع المنتخب الأولمبي وفي مستودع الملابس هي بدعة في كرة القدم، لأنه إن تابعنا مشوار المنتخب الفرنسي وتابعنا مشوار المنتخب الإسباني فلا نرى لا ديدي ديشان ولا دي لا فوينتي يتواجد مع المدرب الإسباني أو حتى مع المدرب الفرنسي. إن كان فعلا وليد الركراكي هو المشرف العام على المنتخبات الوطنية فعليه التواجد الآن في كل فئتنا السنية وحتى مع المنتخب النسوي. وأضف إلى ذلك البلاغ الذي خرج عندما أقيل السيد عصام الشرعي، فقد تحدث فقط عن التنسيق وهو أمر طبيعي وبديهي في عالم كرة القدم، فكل تحدث عن المنتخبات التنسيق المتقدمة. بين الأطر، تحدث عن التنسيق بين الأطر، أي أن التنسيق ممكن أن يكون بين وليد الركراكي وطارق السكتيوي وليس بين وليد الركراكي واللاعبين مباشرة في الممر بطبيعة الحال المؤدي إلى أرضية الملعب. يعني هنا بطبيعة الحال ولم المفارقة. يتحدث عن نعم، ولم وذلك البلاغ لم ينصب السيد وليد الركراكي مشرفا عاما على كافة المنتخبات الوطنية. إن كان فعلا وليد الركراكي هو المشرف العام على المنتخب الوطني، فما على المنتخبات الوطنية كافة، فعما على الجامعة الملكية إلا أن تصدر بيان واضح تؤكد فيه أن وليد الركراكي هو المشرف الأول والآمر والناهي على كافة المنتخبات الوطنية. فكرة تواجد مشرف عام تبقى فكرة مستحبة ومحمودة في عالم كرة القدم لكي نعرف يعني ولكي نشاهد كي تنسيقا تكون هناك محكما بين خارطة كل الفئات طريق السنية. واضحة ومعالم مرسومة بطبيعة الحال لكل الفئات نعم السنية بدءا بالمنتخب الأول إلى الفئة السنية الأولى، ليكون هناك نهج واضح لكل اللاعبين حول النهج التكتيكي المعتمد لدى المنتخب أو تلك نعم البصمة المغربية كرويا كما فعلتها إسبانيا نعم وفرنسا. يعني هو نموذج محمود، لكن هل الطريقة بطبيعة كانت الحال صائبة أم لا؟ هذا هو النقاش والذي قادنا إليه هو تلك الصورة. طبعا بعيدا عن وليد الركراكي وطارق سكيتي والمستقبل قريب، مواجهة أمام منتخب مصري واجهناه في نهائي بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة، فزنا باللقب، لكن يبقى منتخب مصري قوي، أحرج فرنسا أمام جمهورها وفي ديارها، سنواجهه بأي طريقة؟ هل ترى أن المنتخب المغربي سيحافظ على أسلوبه القديم أم أنه سيبتكر أسلوبا جديدا لمواجهة منتخب مصري عنيد جدا؟ قبل أن نتحدث عبد الصمد عن النهج التكتيكي الذي بإمكاننا الدخول به ضد المنتخب المصري، أحيي على ضرورة الانتباه إلى الجانب السيكولوجي المتعلق بالمنتخب الوطني المغربي، وأحيلك كذلك إلى مباراة الترتيب الخاصة بمونديال قطر وكيف دخلنا لها وكأنها حقل تجريب، وأخلفنا الموعد مع التاريخ وأخلفنا الموعد مع ميدالية برونزية كنا قادرين على التنافس عليها والظفر بها، لكن آنذاك طارق أو وليد الركراكي كان له رأي آخر وقرر
تجريب ومنح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة المشاركة في مجموعة من المباريات الخاصة بكأس العالم. أعتقد أن اليوم ومن الضروري أن لا يدخل المنتخب الوطني المغربي بنفس التفكير، عليه أن ينافس إلى آخر رمق من أجل هذه البرونزية الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني المغربي. بالعودة إلى سؤال النهج التكتيكي، فما على المنتخب الوطني المغربي إلا أن يدخل بالنهج الذي يناسبه والذي يتقنه، وهو اللعب ببلوك دفاعي متقدم ومحاولة الضغط على المنتخب المصري في معتركه وفي مناطقه، خصوصا وأن من المعروف أن مدرب المنتخب المصري البرازيلي ميكالي يعتمد على التحولات الهجومية السريعة، ولكي يعني تقلص من خطورة منتخبات تلعب بهذا النهج فعليك أن تضغط عليهم بشكل عكسي وما يسمى تقنيا بالكونتر بريسينج. فمن الضروري أن نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا أو خضنا بها مباراة الأرجنتين ثم أوكرانيا وكافة المباريات باستثناء مباراة المنتخب الإسباني التي لم نكن فيها في المستوى. حتى على مستوى التغييرات، فعلى طريق سكيتيوي أن ينتبه إلى تغييراته، فمن غير المعقول أن نتابع في مباراة إسبانيا لاعب مثل عبد الصمد الزلزولي يعني لم يقوى على استكمال المباراة وأنت تتابعه وأمامه ولم تجرؤ على تغييره، وعلى الأقل يعني وضع لاعبين قادرين على ملء يعني خط وسط الميدان الذي عانينا فيه بشكل كبير. ومن هذا المنطلق تلقينا الهدف لأن عبد الصمد الزلزولي لم يكن قادرا على العودة إلى الخلف كان هناك خطأ وتغطية. في تغطية اللاعب رقم نعم، 2، نتحدث عن والخطأ اللاعب الذي سجل نعم الهدف الثاني. نعم والخطأ كان سببه أساسا استنزاف عبد الصمد الزلزولي لمجهوده البدني، وبالتالي لم يكن قادرا على مساعدة زكريا الوحدي الذي كان يتركه مرارا وتكرارا في وضعية 1-2، وبالتالي تلقينا هدفا كنا قادرين على تفاديه. إدريس عموري، كنت معنا في هذه التغطية أو هذا الحديث حول المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، ضياع حلم الذهبية، وما زالت هناك أمل معقودة لنيل النحاسية أمام المنتخب المصري في مباراة الترتيب. زميلي إدريس عموري، شكرا جزيلا لك وإلى موعد لاحق. شكرا لك عبد الصمد، وتحية لكل متابعي قناة ميديا. مشاهدينا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة، إلى موعد لاحق.